بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمة القرآن، ونعمة شهر رمضان، ونعمة التوفيق للطاعة والصيام والعبادة والقرآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولكن بفضل الله خصنا أن نكون من أمة سيد المرسلين، وهذه نعمة ليست بعدها نعمة. كم من إنسان محروم من سجدة نسجده، ومن وقفة نستمع فيها إلى كلام الله، وكم من إنسان فصيح اللسان ولكن كلام الله يستعجم على لسانه ويصعب. والله سبحانه وتعالى يسر القرآن حتى على ألسنة أطفالنا، وهذه نعمة كبيرة، فما بالك بكبرائهم. فالحمد لله، ونسأل الله أن ألا يميتنا إلا ونحن مسلمون، كما أنه هدانا للإسلام بغير فضل منا، بمحض فضل منه ونعمة. اللهم إنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا عليه على أكمل حال، نحن وأحبابنا ومشايخنا وجيراننا ووالدينا وذريتنا والمسلمين، لتفرح بنا نبيك صلى الله عليه وسلم. إن لم نكن أهلا لذلك فنبيك أهلا لأن تفرح، ونبينا صلى الله عليه وسلم يفرح بأمته ويحب أن تكون أمته كلها معه في كل خير ويشركها في كل خير. حتى أن الله سبحانه وتعالى عندما قال له السلام عليك أيها النبي، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وزعها للناس جميعا لأنه رحمة للعالمين، في حين أن الكلام وجه له مباشرة هو، ولكن لم يستأثر بها لنفسه. هكذا كان هو أنفعنا للناس، والرسول يقول خيركم أنفعكم للناس، ولا شك أن النبي هو أنفع الخلق للناس، فكان أفضل الخلق عند الله صلى الله عليه وسلم. فمن سنتي أن تنفع الناس حيثما وجدت، من سنة النبي أن تكون نافعا لنفسك وللناس حيثما وجدت، وإلا لو لم تكن نافعا للناس، لو كنت نكد بلغة المصريين حيثما وجدت، لو كنت قاطعا للخير حيثما وجدت، أنت مخالف لسنة النبي، ولو أطلقت لحيتك، ولو لبست ثوبا أبيض، ولو حفظت القرآن، لأن سنة النبي أن تكون نافعا للناس. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا هي سنة النبي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليست سنة النبي هي مجرد رسوم ومظاهر، ولكن هي سلوك في الحياة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بحقائقه صلى الله عليه وسلم، ويخلقنا بأخلاقه ببركة هذه الأيام المباركة التي أعاننا الله عليها ووصلنا إليها، وكم غيرنا حرم منها. فنسأل الله شكر نعمته وحسن عبادته، ونسأله لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بالله من شر ما تعلم، ونعوذ بالله من خير من شر ما يعلم، ونسأله من خير ما يعلم سبحانه وتعالى. فوضنا أمرنا إلى الله، وتوكلنا على الله، واستسلمنا إلى الله سبحانه وتعالى، ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة، دفين مصر في سفح المقطم بجوار سيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري رحمهم الله جميعا، وألحقنا بهم على خير حال، وجعلنا من السعداء حيثما كنا معهم ومع أمة سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. وقفنا في تعليقاته رضي الله عنه حول حديث بدء الوحي، حديث بدء الوحي الذي روته السيدة عائشة في صحيح الإمام البخاري، له تعليقات وأوجه يستنبطها من الحديث. وقفنا عند الوجه الثاني والعشرون، عند الوجه الثاني والعشرين. يقول الوجه الثاني والعشرون
لقائل أن يقول لما أنزلت هذه الآية أولا قبل غيرها، اللي هي آية اقرأ. أول حاجة نزلت في القرآن اقرأ، والقرآن كله جميل، والقرآن كله معجز، والقرآن كله فيه الكفاية والشفاء. لكن لماذا اختار الله هذه الآيات بالذات ليبتدئ بها الوحي؟ برضو هذا الأمر يحتاج إلى سؤال، وهذا السؤال يحتاج إلى إجابة أو معرفة الحكمة وراء هذا. فيقول لقائل أن يقول لما أنزلت هذه الآية أولا قبل غيرها من آي القرآن، أعني قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والجواب عنه أن نقول إن كان ذلك تعبدا فلا بحث، وإن كان ذلك لحكمة فحينئذ نحتاج إلى البحث فيها. ومعنى قولنا تعبدا أي تعبدا الله بذلك ولم يطلعنا على الحكمة فيها، يعني الأمر تعبدي يعني ما نعرفش حكمته إيه. ليه بتصلي الظهر 4 ركعات؟ ليه العصر 4 ركعات؟ تعبدي. وليه المغرب 3؟ وليه الصبح 2؟ وليه ربنا اختار رمضان يفرض في الصيام؟ ليه ما خلاش صفر ولا رجب ولا ذو القعدة؟ ليه ما وزعوش على السنة نصوم كل مثلا شهر 6 أيام، في 12 شهر ليه 30 يوم مثلا؟ ليه وليه وليه؟ تعبدي تعبدية يعني ما نعرفش الحكمة، هو ربنا قال لنا كده. ليه قال لك لو فقدت الماء تتيمم، والتيمم انك تخبط التراب، والتراب المفروض ان هو قذر، يعني الواحد لما يجي عليه تراب ينضفه، وانت المفروض لما تيجي تصلي بتاخذ زلتك. طب ليه لما افقد الماء والماء للنظافه اضرب على التراب وبعدين اتيمم؟ تعبدي تعبدي كده، هو ربك قدر كده. وهكذا في اشياء كثيره تعبديه انت لا تعلم حكمتها. ليه ربنا قال لنا مثلا لا تجمع أكثر من 4 نسوة؟ ليه ما خلوهمش 3؟ ليه ما خلوهمش 6؟ ليه ما خلوهمش 5؟ ليه ما خلوهمش 2؟ تعبدي ما نعرفش. أدي معنى تعبدي يعني لم يطلعنا على الحكمة. لكن إن كان الأمر ليس تعبديا يبقى لا يخلو من حكمة، وإذا طالما لا يخلو من حكمة يبقى تقعد تفكر بقى. ليه بقى ربنا اختار هذه الآيات؟ وإما الأمر في نفسه فلا بد فيه من حكمة. هو عز وجل يعلمها، ومن شاء إطلاعه عليها، يعني يعلمها هو، ومن شاء أن يطلعه عليها يعني. وظاهر مسألتنا هذه أنها لحكمة تفهم، يعني ظاهر المسألة دي أن الآيات دي اختارها الله تبقى في الأول لحكمة تفهم وتعرف. من لفظ الآية بيان ذلك أن هذا الكلام دل بمنطوقه وما تضمن من الفوائد على ما تضمنه القرآن إجمالا. يعني أما تيجي تقرأ الآيات اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي اقرأ إلى وربك الأكرم، تجد أن كأن الله لخص القرآن كله فيها، ملخص القرآن كله. بيان ذلك إيه؟ بيانه أن كل ما كان في القرآن من آيات الإيمان والتوحيد والتنزيه دل على مضمون اسم الربوبية. أول ما قال اسمه اقرأ باسم ربك قال التوحيد، دله على الإيمان وعلى التوحيد وعلى التنزيه. وما كان فيه من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والندب والإرشاد والمحكم والمتشابه دل عليه مضمون مقتضى حكمة الربوبية. وما كان فيه من استدعاء الفكرة والنظر والاستدلال وما أشبه ذلك، وما كان فيه النظر اللي دل عليه مضمون حكمة الربوبية. انت اول ما تعرف ان ليك رب يعني بيربيك، ربك يعني بيربيك، هو اللي يقيتك، هو اللي يؤدي اليك نعمي، هو الذي يرزقك، هو الذي يسترك، هو الذي يمدك. فطالما هو الذي يفعل لك ذلك كله لابد انه يطلب منك شيء، يبقى معناه عرفت على طول انه هو يريد منك شيء، يريد منك شيء مقابل هذا، يبقى عرفت التكليف. ومجرد ما اقول لك ربك ما قال لكش اقرأ باسم الله، قال لك باسم ربك، لأن الألوهية بمحض الألوهية كده، قد الله كان قبل أن يخلق الخلق، مش كده برضو؟ لم تظهر ربوبيته إلا بعد خلق الخلق. كان الله ولم يكن شيئا معه، ولا قال كان الرب ولم يكن شيئا معه؟ قال كان الله، لأن لم يكن شيئا معه حتى يكون ربا له، مش كده برضو؟ لكن لما يقول الربوبية دل على أن هناك رب ومربوب، فدل على أن هناك مكلف ومكلف،
دل على أن هناك شرع ما مراد من الخلق. أدي معنى أن تضمنت كل الشرائع من الأمر والنهي والترغيب والترهيب في كلمة إيه؟ ربك. وما كان فيه من استدعاء الفكرة والنظر والاستدلال، وإذا كنت عايز تدل بقى على أن هناك رب، فكل الأدلة على وجود الرب دي الذي خلق، طالما أنه هناك مخلوق فلا بد أن يكون هناك خالق، يبقى ده الدليل. كل الأدلة مجملة في الكلمة دي، الذي خلق. وخلق إيه؟ خلق الإنسان من علق، يعني من شيء ضئيل ضعيف مستقذر، جعله إنسان مكرم على أفضل صورة وعلى أحسن هيئة. فده أكبر دليل على قدرة الله وعلى حكمة الله وعلى تقديره وعلى إرادته وعلى إيجاده وغير ذلك. وما كان فيه من استدعاء الفكرة والنظر والاستدلال وما أشبه ذلك دل عليه متضمن مقتضى قوله الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وما كان فيه من الرحمة والمغفرة والإناث والإنعام، مش هو الودود، هو الغفور، هو الرحيم، هو الرزاق، الحاجات اللي فيها إنعام دي كلها وفيها صفات جمال دي كلها، دل عليها إيه؟ وربك الأكرم. يبقى دل عليك بالجمال في وربك الأكرم، ودل عليك بالجمال والجلال يعني في محض الكمال باسم ربك، ودل على الاستدلال الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ودل على التكليف بقوله اقرأ، والأمر تكليف، فدل على أن هذا الإنسان مكلف من قبل ربه الذي كملت محاسنه سبحانه وتعالى، فهو الجليل الجميل الكامل. ثم بعد ذلك إن أردت أن تستدل عليه فاستدل عليه بنفسك بمحض خلقتك، فهو الذي خلقك ودبرك وأنت في الحشا لا تدرك شيئا ولا تعرف شيئا، ثم بعد ذلك خرجك إنسان تعقل وتنظر وتتكلم وتتحرك ولك إرادة ولك تدبير وغير ذلك. كل هذا دل على أن الله سبحانه وتعالى في كمال قدرته. ثم دلك على كل هذه النعم التي هي محض الجمال بقوله الأكرم، فهو الكريم الذي يعطي قبل أن يسأل، والذي يعطي قبل أن تحتاج، فهو يهديك قبل أن تطلب الهداية، بل قبل أن تدرك الهداية. قال لك هو لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، وصف نفسه باللطف والرحمة قبل وجود ضعفنا، لأن القرآن كلام الله القديم قبل أن يكون هناك عباد. فإذا كان لطيف بعباده قبل خلق العباد، فما باله بعد وجود ضعفنا يكون أكثر لطفا وأكثر رحمة وأكثر شفقة. كل هذا دل عليه بمقتضى الأكرم، ربك الأكرم، ما قالش ربك القهار، ولم يقل ربك شديد العقاب، ولكن قال الأكرم. ولذا حتى في القرآن عندما أراد أن يلهمك الإجابة وأنت في محض التقصير عند سؤالك يوم القيامة، ما غرك بربك، ما قالكش إيه، ما قالكش ربك شديد العقاب، قال له ما غرك بربك الكريم، كأنه يريد أن يلهمك الإجابة أن تقول له كرمك من رحمته، يعني هو يلهمك الإجابة التي بها يعذرك. انظر إلى محض كرمه وفضله، ما غرك بربك الكريم، وهذا الكلام يكون في محض التقريع وفي محض الحساب العسير للمقصر يقول له الكريم. انظر كيف أنه يتودد إلى عباده، وأنه لطيف بعباده، وأنه رؤوف رحيم، وكأنه يلهمك أن تقول الذي غرني كرمك يا رب، فإذا قلت ذلك عفى عنك. انظر كيف يكون معنى ربك الأكرم سبحانه وتعالى. وما كان فيه من الرحمة والمغفرة والإناث والإنعام والترجي والإحسان والإباحة وما أشبه ذلك دل عليه متضمن كرم الربوبية اللي هو ربك الأكرم يعني. فلما كان بعد هذا الإجمال، بعدما أجمل هذا كل في هذه الآيات، نزل القرآن بعد ذلك منجما على مدى 23 سنة، كأن الله فصل بقى كل الحاجات دي، فصلها تفصيلا بعدما أجملها إجمالا في أول. فلما كان بعد هذا الإجمال نزلت الآيات بحسب ما احتيج إليها مبينة بالنص لما تضمنه هذا الكلام الجليل من الإجمال. فلما تجلت إيه يعني قال لك إن في حاجة اسمها المجمل والمبين. المجمل
هو اللفظ الذي يحتمل معاني كثيرة ولا تدرك أنت أي المعاني هي المراد. المجمل يقول لك أقيموا الصلاة، ده مجمل. آتوا الزكاة مجمل، محتاج بيان. طب أنا سمعت ربي قال لي أقيموا الصلاة، طب إزاي أصلي يا رب؟ تحتمل الصلاة دي مجرد أقول يا رب ادعي، الصلاة تحتمل كده، وتحتمل الانثناء يعني الركوع مش كده برضه، وتحتمل الخضوع، وتحتمل معاني كثيرة. طب أي المعنى تريد يا ربي؟ يبقى هذا اللفظ يسموه مجمل. مجمل يعني يحتمل معاني كثيرة. آتوا الزكاة يعني أديها لك منين؟ من وقتي أو من مالي أو من علمي، وأي مال وأي قدر وأي نصاب ومتى تكون، يبقى محتاجة بيان، يبقى يسموها مجمل. يبقى القرآن بين الإجمال والبيان، يسموه مجمل ومبين. كويس؟ المبين إما أن يكون نص، يعني نص يعني إيه؟ يعني لا يحتمل معنى آخر. النص يعني لا يحتمل معنى آخر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نص. ربك قال لك فمن شهد منكم الشهر اللي هو رمضان فليصم، خلاص مش محتاجة، ما تحتملش معاني كتير. يبقى النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، ده اسمه النص. يبقى المجمل يحتمل معاني كثيرة يحتاج إلى بيان، والمبين إما أن يكون نص أو ظاهر، إما أن يكون نص أو ظاهر. النص هو الذي لا يحتمل معنى آخر، زي مثلا إيه؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما ينفعش تقعد أربع قروء، ولا ينفع قرئين، ولا ينفع قرئ واحد، هي ثلاثة، والثلاثة نص، ما تحتملش معنى تبقى اثنين ونص، ولا ثلاثة إلا ربع، ما تنفعش. فهمت ازاي؟ يبقى ده النص الذي لا يحتمل معنى اخر. يقول لك مثلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كمان. هيبقى عشرة نص، ما ينفعش اقول فيها ظاهر بقى. اما الظاهر هو الذي يحتمل معنيين، احدهما راجح والاخر مرجوح. فهمت بقى؟ يبقى ده المبين يدور بين النص والظاهر. والظاهر هو المعنى الراجح اللي يكون مجال اختلاف بين الفقهاء، ومجال اختلاف في الفروع. يبقى الألفاظ الظاهرة هي اللي تخش منها خلافات الفروع. فهمت بقى؟ زي مثلا أما يجي الإمام أبو حنيفة يقول لك والله المرأة يمكن أن تزوج نفسها بغير ولي ويكون العقد صحيح، إلا أنه لا ينفذ إلا بإذن الولي. فالولي ليس شرط صحة ولكنه شرط نفوذ في عقد الزواج. يجي الإمام الشافعي يقول لا، ده الولي ده شرط صحة، وإلا يبقى الزواج باطل. وده إمام كبير وده إمام كبير. ليه؟ لأن الأدلة فيها ظاهرة تحتمل كده وتحتمل كده، فكل واحد يوصل للاحتمال. لما ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فجاء الإمام أبو حنيفة قال ربنا قال ينكحن، يبقى هما ممكن يجوزوا نفسهم. مش ربنا بيقول ينكحنهم؟ يعني هما يجوزوا نفسهم. مش نسب الإنكاح لهن وقال ينكحن؟ مش كده برضو؟ أو ده نص، مش نص يعني لفظ، لفظ في القرآن. فنسب الإنكاح لهن، فدل على أنه ممكن هما يعملوا عقد النكاح. الإمام الشافعي بص القول تاني، لا تعضلوهن، يعني ما تمتعوهمش يا أيها الأولياء أن ينكحن. فكأن الولي له وجود قدرة على المنع. فالإمام الشافعي يقول طالما له قدرة على المنع يبقى شرط صح، والإمام أبو حنيفة يقول طالما له قدرة على المنع يكون شرط نفوذ وليس شرط صح. شفت معنى بقى الظاهر؟ الظاهر يحصل إيه في اللفظ؟ ينبني عليه خلاف، إنما النص ما يختلفش. اللي يحنث في يمينه يعمل إيه؟ يفك رقبة، أو يطعم 10 مساكين، أو يكسي 10 مساكين، أو يصوم 3 أيام. حد قال غير كده في الفقه؟ لأنها نصوص ما تحتملش معاني تاني، لكن الباقي يسموه ظاهر. فهمت بقى الفرق بين النص والظاهر؟ وهذا هو إيه؟ أنواع المبين. أنواع المبين، يبقى المبين بين النص والظاهر، والظاهر محل خلاف، هو اللي ينشأ منه خلاف الفقهاء اللي أنت ما تقدرش تحله، وده ربنا جعل رحمته في وسط هذا الخلاف علشان لا يضيق على الناس، وعلشان كمان يدي فرصة للعلماء يجتهدوا في الفهم. وإلا لو الحكاية كلها واضحة هيبقى التنبل زي الذكي زي المجتهد، كله زي بعض، تنبلة السلطان هيفهمه اللي هيفهمه أذكى الخلق. لكن ربنا أراد
ان ربنا يرفع الذين امنوا منا والذين اوتوا العلم درجات. فده فرصه لايه؟ للاستنباط، وفرصه للذكاء، وفرصه للفهم، وفرصه لهذا، حتى يعني ايه يميز المتعلم من غير المتعلم، من الجاهل من غير ذلك، ليرفع الناس بعضهم فوق بعض الدرجات. والا لو اراد غير ذلك كما يريد الصحفيون الان، ان كل حاجه تبقى حاجه واحده، ويقعدوا بعد كده يشهروا بالمفتي الفلاني وبالفقيه العلاني وبالشيخ الفلاني علشان ده قال كذا وده قال كذا. طب ما طول عمر الامه بتختلف في الفروع، ده عادي، ده عادي ايها الجهله الصحفيين. يعني شويه جهله ما يعرفوش، لان عارفين، لان القران بين مبين وبين ظاهر ونص، والظاهر قابل للفهم المختلف. واديك شفت راي الامام ابو حنيفه وجهه ازاي، ورأي الإمام الشافعي وجهه ازاي في موضوع الولي، ده عنده دليل وده عنده دليل، والقرآن يحتمل، مش كده برضه؟ يعني يقول لك لا تعضلوهن، الإمام الشافعي يقول لك طالما الولي يعضل يعني يمنع، يبقى دليل أنه شرط صحة. الإمام أبو حنيفة قال لا، ده يمنع يعني شرط نفوذ، لكن كون العقد يتم بقول الله عز وجل ينكحني، يعني تم الإنكاح، لكن الولي ده منع نفوذه، يبقى ده شرط نفوذ بس. فهمت بقى الفرق؟ الامام الشافعي يقول لك لا، انا دليلي اقوى، لان انا بستدل باحاديث اخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراه زوجت نفسها بغير ولي فهي زانيه. المراه لا تنكح نفسها. الاحاديث كده. الامام ابو حنيفه يقول دي احاديث كلها تدل على كمال العقد ونفوذه لا على اصله، لانها احاديث احاد، واحاديث الاحاد لا يؤخذ منها ركنيه، ولكن نؤخذ منها شروط كمال لا شروط صحه. الامام ابو حنيفه يقول كده، يعني ما انكرش الحديث الحلو برضه، انا موافق عليه، بس ده ما يؤخذ منه. يبقى كلام وجيه ده، وده كلام وجيه، وده كلام وجيه، لان كل دي حاجات ظاهره في النص، مش كده؟ فهمت ازاي؟ وليست نصا يعني. هنا بقى بيقول لك فلما كان بعد هذا الإجمال، يبقى فهمت يعني الإجمال مجمل يحتمل معاني كثير، نزلت الآيات بحسب ما احتج إليها مبينة بالنص، والنص الذي لا يقبل تأويل آخر، ده النص لا يحتمل إلا معنى واحد، لما تضمنه هذا الكلام الجليل من الإجمال. فلما تجلت معاني ذلك الإجمال تبيينا وتفسيرا، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي ما أجملت لكم أولا يوم اقرأ، أكملته لكم في التنزيل مفصلا يوم قلت لكم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع. شفت الجمال؟ وكأن الحكاية سلسلة واحدة في مدى 23 سنة، بيبين لك اللي أجمله في الأول. وعشان كده لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وعشان كده قالوا أن من إعجاز القرآن الائتلاف وعدم الاختلاف. لو كان واحد بيألف كتاب 23 سنة، لابد برضه إن هيجي حاجة كده في النص تخلف معاه، يجيب حاجة تناقض حاجة تانية، مش كده برضه؟ للي بيقولوا إن سيدنا محمد هو اللي ألف القرآن يعني، وده وأنتوا عارفين إنه بشر، مش أنتوا بتقولوا عليه بشر وألف القرآن على مدى 23 سنة؟ طب إزاي بقى لا يجد فيه اختلاف؟ والإنسان بطبيعته يعني لو يقعد 23 سنة يألف كتاب واحد لازم هيبقى فيه اختلاف، وعشان كده بقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى من وجوه اعجاز القران ان القران من اوله لاخره على مدى 23 سنه بيكمل بعضه بائتلاف دون اختلاف. فدي برضه حاجه عجيبه. اي ما اجملت لكم اولا اليوم اكملته لكم في التنزيل مفصلا، لان متضمن الكمال يقتضي قبله اجزاء، والاجزاء هو ما اشرنا اليه من الاجمال. فكان الاول اللي هو اقرأ مصدقا للثاني اللي هو أكملت، والثاني مصدقا للأول، ومنه قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه 23 في الآية شبه الحال، شبه الحال والإشارة بالتسلي للنبي صلى الله عليه وسلم والصبر عند نزول الحوادث. يبقى في وسط آية تقرأ دي اللي هي سطر واحد بيواسي النبي وبيوعده بالنصر وبيوعده بظهوره وبيوعده بالقوة بعد الضعف، كل ده متضمنها في وسطها برضه. وعلشان كده بيقول لك ايه في الآية شبه الحال والإشارة بالتسلي للنبي صلى الله عليه وسلم والصبر عند نزول الحوادث والوعد له بالنصر والظفر، لأن نسبته عليه السلام الآن منفردا في أول أمره
كنسبتي في خلقه أولا من علقة، كما خلقك من علقة منفردا فقد أرسلك للكون منفردا، فقواك وأنت في بطن أمك فصرت سويا، ثم بعد ذلك قويناك فصرت شابا جلدا ورجلا قويا، فسوف نخرجك للناس في ضعف العلقة نقويك تدريجيا مرحلة بعد مرحلة حتى يكمل الظفر ويكمل النصر. كأنه أشار إليه بذلك كل في هذه الإشارة، لأن نسبته عليه السلام الآن منفردا في أول أمره كنسبته في خلقه أولا علقة، فالإشارة إلى الامتحان بانتقال العلقة بالتطوير حتى رجع بشرا، ثم الخروج إلى هذه الدار وهي دار المكابدات، فالإخراج مقابله الخروج، والتطويرات مقابلها التغييرات، والإشارة إلى اللطف بالألطاف في إخراجه من ظلمة الحشا بلا نصب ولا أذى، وتيسير اللطف له بالغذاء مثل إجراء اللبن له من بين فرط ودم بلا تعب ولا عناء، والإشارة إلى النصر والظفر بما رزق بعد ذلك الضعف من كمال القوى والعقل والتصرف ودفع المضار وجلب المنافع، فلم تضره تلك التطويرات حتى صار أمره إلى هذا الحال. فكذلك خروجه عليه الصلاة والسلام الآن بالضعف، لأنه وحيد فيما يأتي به، يدعو لشيء لا يفهم عنه ولا يعرف، للعوائد التي جرت بضد ما يدعو إليه، فكأنه عز وجل يقول له في ضمن ذلك الكلام: لا تهتم لشيء من ذلك، فإن العاقبة بالنصر لك وبالظفر. يؤيد ما أشرنا إليه قول تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فما سل به بالضمن فيما نحن بسبيله صرح له به في هذه الآية، لأنه عز وجل مثله بالزرع الذي يخرج وحده أولا منفردا ثم أخرج شطأه أي أفراخه، فاستوت الأفراخ والأصل وتلاحقت بالسبل فنورت وأينعت فأعجب الزراع وأغاظ الكفار، فسبحان القادر على ما يشاء كيف يشاء. وبهذه الإشارة تعلق أهل الصوفة فأخذوا في الاتباع في الأقوال والأفعال وفي كل الأحوال، ولم يلتفتوا إلى ضعفهم ولم يعرجوا على عوائد غيرهم، وزادهم على ذلك يقينا قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فأيقنوا بالنصر ثم جدوا في الطلب. وده برضه يعني يدينا أمل، إحنا وإحنا أمة الوقت مستضعفة، أمة ضعيفة، حتى على مستوى مجموعنا مع بعض كلما اجتمعنا ضعفنا بفرقتنا، في كل اجتماع المسلمين اجتمعوا فيه يخرجوا غير مجتمعين على كلمة، للأسف على جميع المستويات، على مستوى حتى رؤية الهلال، وهذا على مستوى العلماء، فما بالك على مستوى الحكام يكون من باب أولى. إذا كانوا على مستوى العلماء، علماء الدين اللي حافظين القرآن مش عارفين يجتمعوا، فأنت عايز بعد كده الحكام اللي هم أهل دنيا يجتمعوا، إذا كان أهل الآخرة مش عارفين يجتمعوا يعني مفيش ضعف بعد كده، فمش عارفين نتحد على أي حاجة للأسف، وكأننا اتفقنا على ألا نتفق واتحدنا على ألا نتحد، فشيء عجيب، فبقينا في ضعف عجيب حتى أننا صرنا منفردين ونحن مجتمعين، نبقى مجتمعين في الصلاة وكل واحد أمة لوحده، لسنا على قلب رجل واحد. فكأن برضو هذا الموضوع يعني هذه الآيات بتدينا أمل إن ربنا ممكن يخرج من وسط هذا الضعف قوة، كما أخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ممكن أن يخرج من وسط هذه الفتن أناس يكونوا أهلا للنصرة وأهلا للاتحاد وأهلا لأن يعيد الله سبحانه وتعالى بهم العزة للدين. كل ده أمل لينا، وعلى شكل أهل الصوفة يعني أهل التصوف لا ييأسوا من الله أبدا مهما حلكت الظلمات، فبعد كل ظلمة فجر، وبعد كل ليل نهار، وبعد كل كرب وشدة يسر، فإن بعد مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولم يقل بعد العسر ولكن قال مع العسر حتى يجعلك لا تيأس من الله في شيء، قال مع العسر يسر، أي اليسر يأتي مع العسر مطابقا له، ولكن أنت الذي لا تراه بسبب جهلك، بسبب انشغالك، بسبب علائقك، ولكن لو أيقنت ونفذت بصيرتك لوجدت العسر قبل اليسر، لوجدت اليسر قبل العسر، بل وجدت مع العسر الواحد يسرين،
ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يغلب عسرا واحدا يسرين، لأن إن مع العسر يسرا. خد بالك، العسر هنا معرفة بالألف واللام، واليسر هنا منكر. ثم كررها: إن مع العسر يسرا، ونكر العسر اليسر مرة أخرى، وعرف العسر مرة أخرى. فالتعريف يقتضي أن العسر في الآية الأولى هو نفس العسر في الآية الثانية، واليسر في الآية الأولى غير اليسر في الآية الثانية. ولذا لما قرأها صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله لن يغلب عسرا واحدا يسرين. عشان إيه؟ تطمئن، ما تيأس، مهما اشتدت بك الأزمات فربك لطيف بعباده سبحانه وتعالى. الوجه: فأجزل، فأيقنوا بالنصر ثم جدوا في الطلب، فأجزل لهم ما وعدوا كما أجزل ذلك لنبيهم صلى الله عليه وسلم: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فانتبه إن كنت لبيبا لفهم المعنى الغريب واسلك الطريق النجيب، فإن أبيت فعند انكشاف غبار الواقعة يبين لك قدر ما ضيعت وفي ماذا فرطت. الوجه 24: قوله: فغطني حتى بلغ مني الجهد. غطني يعني ضمني. احنا قلنا ده في نوع تأديب، والتأديب اذا نسب للنبي المقصود به الانتباه، لان النبي مؤدب اصلا. لكن خد بالك ان التأديب في غير النبي تملي، مع غير النبي تملي، يبقى في نوع من الإيلام. اما تيجي تأدب ابنك لازم برضو تقلمه شوية، ولو تضربه على ايده مش كده برضو، او تحرمه من المصروف او تغلظ له في القول. لكن خد بالك اما تأدب حبيبك تاخده بالحب، لما تأدب حبيبك ما تضربوش، تاخده بالحب. فكأن كان التأديب من حبيب لحبيب. عشان كده كان لما بيحب ايه يلفت انتباه النبي يعمل فيه ايه؟ ياخده بالحب، مش يشده مثلا من هدومه يقول له: انتبه انت بتكلم مين، انت متعرفش انت بتكلم مين، ويطلب البوليس بالمحمول. ما يعملش كده، ده حبيبه، ويقوم ياخده بالحب. زي انت ما ايه اما تأدب ابنك الصغير اللي لسه ما يدركش حاجة وكلك شفقة عليه، تعمل فيه ايه لما يجي يغلط في حاجة؟ تروح ايه واخده بالحضن وبايسه، تقول له: بس ما تعملش كده تاني. لكن بعد كده اما بيعقل شوية ويبقى حاجة تانية وكثير المناكفة تبتدي تؤلمه بقى. فهنا برضو بيبين لك ان غطني حتى بلغ مني الجهد، يريد ان ضمه، انه ضمه اليه حتى بلغ منه الجهد. والجهد عبارة عن شدة الغط والضم، يعني خدوا حضن كبير قوي فيه نوع إيلام مع شدة المحبة. فنوع الإيلام اللي فيه اللي هو بلغ مني الجهد هو نوع التأديب، واخد بالك؟ والقوة فيه يعني اندرج فيه المحبة، يبقى مندرجة المحبة في التأديب. فشفت بقى المسألة ماشية ازاي. الوجه 25: فيه دليل على المبالغة في التأديب ما لم يؤدي ذلك إلى المحذور. يعني بالغ في التأديب زي ما انت عايز، بس ما توصلش للمبالغة اللي تخلي المؤدب اللي انت بتأدبه ده يفلت ويقول لك: والله ما انا متعلم، والله ما انا سامع كلامك بعد كده. ايه يا اخي، ده انت لو كنت حتى بترزقني ما تديني مش هشتغل. ده انت حتى في العمل بتاعك لو انت رئيس عمل وجيت شديت شوية على اصغر موظف عندك زيادة عن اللزوم، هيقول لك ايه؟ والله ما انا شغال عندك. ويمكن كمان يخرج يروح ضارب لك حجر في البريبريز بتاع العربية اللي انت راكنها بره يكسرهولك، ويقول لك: طب انا هستناك بره الشركة، ويستناك بره الشركة وانت عارف هيعمل فيك ايه. يعني فقد بقى منك، يعني ما تقدمش، ده فلت. فيقول لك اما تيجي تقدم، تقدم بطريقة حتى ابنك ممكن يفلت منك. لو قعدت برضو كل يوم تهينه وتهينه قدام زمايله وتهينه وكل ما تقابله تزعقله، هتبص تلاقيه ينفر منك. حتى تيجي مهما تقول له حاجة لمصلحته يعمل عكسها، لأنه نفر خلاص منه. فيبقى الواحد ما يبالغش في التأديب المبالغة اللي تؤدي إلى عكسه. يعني التأديب لو بالغت فيه يؤدي إلى قلة التأديب. مش يقول لك الحكاية لما بتزيد بتتقلب لضدها؟ فهنا إيه؟ قال لك إن ما تبالغش بقى في التأديب. هو غطه 3 مرات كفاية بقى، وبعد كده قال له قله. إنما لو زودها هتبقى بقى يعني دمها تقيل. هيبقى لا ما تجيش تاني. أنت إيه اللي جابك؟ طب أنا مش حاجة هنا غير حراق تاني بقى. ادام انت هتجي لي هنا كل مره، ويغير لغير تاني مثلا. لكن لا، يبقى هو بيعلمك من اولها. وبالرغم هذا التاديب اللي هو ما كانش فوق الطاقه، الا ان شوف النبي رجع منها برضه قال ايه: زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي
ليه؟ علشان الخلاف بين الطبيعة الملكية والطبيعة البشرية بقى، دي عملية صعبة برضه. يعني هو صحيح غطه في رحمة وفي شفقة وفي إلف، لكن خد بالك إن ده ملك بيحضن إنسان، يعني حاجة طبيعتين مختلفتين، فالعملية هتبقى صعبة، صعبة برضه بالرغم هذا. فيه دليل على المبالغة في التأديب ما لم يؤدي ذلك إلى المحظور، لأن شدة الغبط مبالغة في التأديب، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بذلك وحض عليه، فقال: لأن يؤدب أحدكم ابنه خير له من أن يتصدق بصاع طعام، بصاع طعام. فجعل عليه السلام تأديب الابن أعلى من الصدقة، وهي من أفعال البر بحيث لا يخفى موضعها. وبه يستدل أهل الصوفة على تأديب النفس. إذا كنت أنت مأمور بتأديب الطفل فنفسك كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، يبقى أدب نفسك قبل ما تقدم ابنك. فهمت إزاي؟ لأن نفسك هي طفل برضه، كل شوية عايزة حاجة، عايزة حاجة، شبطانة في حاجة، زي برضه العيل الصغير شبطان في كل حاجة، أنت شبطان برضه، بس كمانك راجل وكبير كده ما بترضاش تقول، لكن جواك نفسك قاعدة تزن، عايزة كذا، عايزة كذا، عايزة كذا. بص تلاقي كل واحد ماشي ورا هواه ينفذ اللي هو عايزه، هي نفسه كده. لكن لما تقدم نفسك وتخالفها وتعطيها من المباح ما تكرهه علشان تحرم، يعني توريها العين الحمراء برضه، يعني هي عايزه مثلا حلاوه النهارده، تقول تجيب لها ترش، ايه المشكله يعني؟ نفسك في حلاوه، كل يوم بتزن عليك عايزه حلاوه، عايزه حلاوه، تروح انت كل يوم تاكل ترش، تاكل ترش لحد ما تنسى، تقول لك طب مش عايزه حلاوه، بس بلاش ترش. بالتدريج كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يعمل كده، وجدوه مره بيقرش الملح، جايب حته ملح، حجر ملح كده يقرش، مش طبيعه الانسان ياكل ملح كده. قالوا: مالك يا امير المؤمنين؟ قال: حدثتني نفسي ان اتي الي بحلو فاتيتها بملح. عشان كده كانت نفسه تخاف منه، والشيطان ما كانش له مدخل على سيدنا عمر، لان مدخل الشيطان عن طريق نفسك، طول ما نفسك حيه الشيطان ليه مدخل عليك، اول ما النفس تموت وتخدع خلاص بقى بقت زي الحيوان المروض، تقول له حا يحا يس يس. انما هات كده حمار وحشي، لا حا حيحا ولا حيس حيس ولا هتعرف تركبه اصلا، هو عايز يركبك انت. كذلك نفسك لو سبتها وحش ما روضتهاش تبقى وحش، تفضل هي اللي راكبك وبتسوقك على شهوتك، قاعد طول النهار افرايت من اتخذ الهه هواه. شفت خطوره النفس؟ وعشان كده الرسول شبه النفس بالمطية بالحيوان، مش كده برضه؟ قال ايه؟ ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. فكأن النفس هي الظهر التي تجلس عليها لتوصلك الى ربك. فهمت؟ فلو قعدت على هذا الظهر الذي يوصلك الى ربك، وبعدين قعدت طول النهار تضربه 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 ما تريحوش ليل نهار، هتموت لو وصلت ولا قطعت. وفي نفس الوقت لو سيبه، لو سبته على رغبته، الحماره لو سبتها على رغبتها هتلاقي ايه؟ كل ما تلاقي برسيم تقعد تاكل برسيم، كل ما تلاقي حماره ثانيه تبص لها، كل ما تلاقي مش عارف ايه حته ظله تنام فيه. يعني مش هتوديك بقى طريقك، هي بتحول على حسب ما هي عايزه. يبقى انت المفروض تسوق نفسك على الطريق المستقيم وفي نفس الوقت بالرفق. فالرسول يقول: اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واقرا واقرا بالنساء. شفت الجمال؟ يعني بيدي لنفسه اللي بيها انها يصلح حياتها، لكن في نفس الوقت ما يديهاش الا من المباح، ويديها من المباح بقدر الضروره. ادي تهذيب النفس، انك انت تاخد المباح وبقدر الضروره. فهمت بقى؟ ادي تهذيب. خدوا الكلام ده كله من تهذيب النفس ازاي؟ ان ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بتاديب الطفل، وانت نفسك كالطفل يبقى لابد. وقال لك: قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه. قال لك: فالهمها فجورها وتقواها. يبقى دليل انك انت لازم انك انت تلهمها التقوى وتقويها على التقوى، وتمنع النفس من خواطر الشيطان والهوى، مش كده برضه؟ لأن الخواطر اللي بتأتي على الإنسان إما خواطر نفسانية شهوانية تلح بحاجة معينة، أو خواطر شيطانية تلح بأي معصية أو بفعل خلاف الأولى،
وإما خواطر ملكية من الملك تحض على الخير، وإما خواطر من قبل الحق تقهره على فعل الطاعة. فهي الخواطر كده بالظبط. وبه يستدل أهل الصوفة على تأديب النفس لأنها أجل من تأديب الابن، يشهد لذلك قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال جاهدوا فينا ولم يقل جاهدوا في سبيل الله. خد بالك، جاهدوا في سبيل الله وفي جاهدوا في الله. الجهاد في الله هو جهاد النفس، والجهاد في سبيل الله هو جهاد العدو. والقرآن في الجهادين، الجهاد في الله والجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يكون للعدو، والجهاد في الله يكون بمخالفة النفس وتربيتها وتهذيبها على سنة نبينا. مش تلعب يوجا وتقول لي ما انا بخالف نفسي، يوم يفضل قاعد لك كده نص يوم علشان قال يعني ايه مفاصله تتطوع وتبقى مش عارف ايه، ويبقى راجل زي الهندوس ينام على السرير اللي كله مسامير، وبعدين يجيب الافعى والحيه تمشي على جسمه كده وهو ما يتهزش ولا جسمه يتقشعر، قال يعني بيهذب نفسه عشان يبقى راجل قوي كده اهو. كل ده كلام فارغ، كل دي وسائل تهذيب النفس على غير الدين، على غير شرع الله. وللاسف في مسلمين يقول لك انا هشترك في نادي اليوجا علشان يتعلم اليوجا ويوزعوا هناك نوجا. حاجه غريبه. طب ما ربك هذبك بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك، شوف سنه النبي جميله وفيها كل الحاجات الجميله، يبقى عايز تهذب نفسك هذب نفسك على شرع نبينا بالقران الكريم، علشان اولا تزداد رقي وتزداد نور مش تزداد تدني. وعلشان كده وسائل تهذيب النفس كتيره، لكن احلاها واجملها هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين جاهدوا فينا نعمل ايه؟ لنهدينهم ايه؟ ولا قال لك سبيلنا؟ قال سبلنا. يبقى الطرق لازم تبقى طرق كتير. يبقى الطرق الموصلة الى الله كثيرة. قال لك بعدد انفاس الخلائق. والتاني اللي مش فاهم يقول لك الطرق الصوفية فرقت الأمة. الطرق الصوفية دي أصلا هي سبل توصل إلى الله مستمدة من رسول الله، من قول الله سبلنا. وكلها طرق منسوبة إلى الله. ولا سبيلنا هي وسائل لتربية النفوس كلها من سنة النبي، لأن النبي هذب النفوس بطرق عديدة. هذب بعض الناس بأنه قال له لا تغضب، هذب بعض الناس بأنه قال له ألا أدلك على خير من ذلك، سبحان الله والحمد لله. فبعد ما كان قاعد بيشتغل مزارع رده للذكر، والتاني اللي كان مش عايز يشتغل رده للتحطيم ويحطم، واللي يجي له يشتغل وايده خشنه يقبلها ويقول ادي ادي حب الله ورسوله، والتاني اللي يجي يشتكي له ان اخوه اللي قاعد يتعبد للنهار وبيصرف عليه يقول له لعلك ترزق باخيك، يبقى يؤيد العابد في عبادته ويؤبد ويؤيد اللي بيلعب اللي بيعمل في عمله، ويؤيد الذاكر في ذكره، ويؤيد الدارس في دراسته، ويؤيد المجاهد في جهاده، ويؤيد المراه في بيت زوجها في تربيه عيالها. يعني كأن النبي جاء يربي الناس جميعا بأن يقبلوا ما أقامهم الله فيه. وقد أقامك الله في طرق كثيرة وفي أحوال كثيرة، فتتعدد الطرق. وعلى شكل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا ردا على من يدعي أن الطرق الصوفية فرقت الأمة. أبدا، لم تفرق الأمة، لأن الله له سبل وطرق توصل إليه بعدد أنفاس الخلائق، لأن الطرق كثيرة وكلها فتحها النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها. كما أن الأدوية كثيرة والأمراض كثيرة، واللي بتعالج بتعالج الإنسان. أمراض كثيرة وأدوية كثيرة، واللي بتعالجه حاجة واحدة وهو الإنسان. لكن هل أنت تصلح أنك تروح تاخد كل الأدوية دي لما تمرض بمرض واحد؟ ما ينفعش. يبقى لازم تاخد دواء مناسب لمرضك. فلما تعددت الأمراض تعددت الأدوية، والأدوية ما هي إلا طرق سبل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. التانيين مش فاهمين، يجيب لك آية كل هذه سبيلي، يقول لك شوف قال سبيلي حاجة واحدة، ازاي انتوا تعملوها طرق؟ يقوم ينقد القرآن بالقرآن. طب ما ربنا قايل في نفس القرآن سبلنا وهنا سبيلي. يبقى سبيل النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي لكل داء دواء. هذا المعنى، هو ده سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يكثر الغضب وصوله إلى الله ألا يغضب، والذي يحب المال وصوله الى الله بكثره الصدقه، والذي يحب الظهور وصوله الى الله بالعمل الخفي، والذي يحب الظهور وصوله الى الله بالخفاء.
وبالخمول وبعدم الظهور، والذي يحب الحرص وصوله إلى الله أن يكون بالإيثار وبالعطاء، والذي يحب السرسرة مع الناس وصوله إلى الله بكثرة الذكر مع الانفراد، وهكذا. يبقى كل واحد على حسب دوائه بيتعالج. يبقى سبيل النبي أن يعطي لكل داء دواء، فسبلنا تدل على الأدوية وسبيل النبي يدل على كيفية العلاج بس. فالعلاج هي الأمراض، ولكل داء دواء، تتعدد الأدوية لتعدد الأدواء، فالحكاية سهلة، مفيش تناقض في القرآن. لكن العيب إن هؤلاء الناس بيكلموا عوام مش حافظين القرآن، يجي يقول لك الطرق الصوفية فرقت الأمة، وربنا سبحانه وتعالى يقول هذه سبيلي، وهم عملوها سبل كثيرة، والناس قاعدين العوام ينبسطوا لأنه عام بيكلم عوام، في حين إن ربنا سبحانه وتعالى لم وقال لك تلك هذه أمتكم أمة واحدة. كل دول مسلمين حلوين، الصحابة نفسهم كانوا على طرق كثيرة في العبادة، وعلى وسائل على أساليب كثيرة في الذكر. بعض الصحابة كان يكثر من الذكر، وبعض الصحابة كان يكثر من الخروج للجهاد في سبيل الله، وبعض الصحابة كان يكثر من الصدقات، وبعض الصحابة كان يربي الخيل ليتبرع بها للجهاد في سبيل الله، وبعض الصحابة كان يكثر من التزوج علشان يجيب ذرية يكثر بها الأمة، وبعض الصحابة كان يزرع الأرض لأنه يرى أن في زراعة الأرض توفير للقوت للناس وللحيوان وللطير، وهذا ثواب كبير. وبعض الصحابة كان يكثر ويعبد الله بتثبيت العلم وروايته وتدوينه والمحافظة عليه، فكل دي سبل توصل إلى الله، وأقام العباد فيما أراد. والأولى أن تقبل بما أقامك الله فيه، ولكن إذا أقامك في أمر عليك أن ترى الله فيه، يعني تراقب ربك فيه، هي دي المسألة. مش تبقى ربنا أقامك مهندس تقول يا ريتني كنت دكتور، وأقامك دكتور تقول يا ريتني كنت شيخ كبير، وأقامك شيخ تقول جاتنا نيلة حظنا لباب، هم المشايخ بتكسب اليوم، ده التجار الوقت هم اللي بيكسبوا، هو القرآن ده هيجيب لنا فلوس، ولا حديث النبي ده هيجيب لنا فلوس، احنا مفلسين، والناس المستثمرين المهندسين واكلين البلد، يا ريتنا كنا مهندسين. لا المهندس عاجبه انه مهندس، ولا الشيخ عاجبه انه يبقى شيخ، ولا الطبيب عاجبه يبقى طبيب، ولا حد عاجبه يبقى حاجة، والكل وقت يقول لك الحمد لله رب العالمين بلسانه فقط، وقلبه ما بيقولش أبدا الحمد لله، يبقى ده محجوب عن ربه. لكن لو أقام العباد فيما أراد، كل إنسان ميسر لما خلق له، فانظر ما يسرك الله له، اعلم أن هذا ما يريده الله منك، وإذا أراد الله منك شيء يحب أن تتقنه وأن تفعله لله، وأن تفعله بغرض خدمة المسلمين ولخدمة نفسه، فيبقى كل واحد ليقنع في حاله. وعشان كده الرسول أيد كل واحد على ما أقام الله فيه، يجي له المؤذن يقول أطول الناس أعناقا يوم قيام المؤذنون، يجي له المجاهد في سبيل الله يقول المجاهد له وله من الأجر العظيم، يجي له العالم يقول تستغفر له الحيتان في البحار، يجي له الجواد الكريم يقول إن الله يضاعف لمن يشاء، ويجي له الفقير يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويجي له كل الناس يؤيد كل الناس على ما أقامهم الله فيه، علشان يعرفوا ان ما اراده الله منك هو ما اقامك فيه. ولكن انت كلك شهوات، مددت عينيك الى ما لم ييسره الله لك، فلم تحمد الله على ما اعطاك الله، وفي نفس الوقت لم تتقنه، ونظرت لما لم يقسمه الله لك، ثم تدعي بعد ذلك انك استسلمت لله وانك رضيت بالله ربا، وهذا يكون ادعاء يحتاج الى دليل. وعلشان كده السبل التي تربي النفس هي ان تخرج من هذا الادعاء، فتتحقق بما تقول بلسانك في قرآنك أنك مسلم، أنك فوضت أمرك لله، أنك توكلت على الله، أنك رضيت به ربا، أنك أحببت نبيك واتخذته وسيلة إلى الله، وأنه أسوة حسنة لك. فانظر إلى نبيك كان رضيا بما أقامه الله فيه على كل حال، في حال الفقر راضي، في حال الغنى راضي، في كل أحواله صلى الله عليه وسلم كان قانعا راضيا شاكرا صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هي سنته. وعشان كده قال لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومجاهدة النفس هو تأديبها، فأورثهم هذا التأديب الهداية إلى سبل الحق، ولا يؤخذ هذا القدر من الخير بغيرها من أفعال الطاعات. فلما أن كان في التأديب هذا الخير العظيم بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم على القاعدة التي قررناها، وهو أن عليه الصلاة والسلام بدأ في المبادئ بكل حسن بادي. ونقف على الوجه 26 غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا،
اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم.